بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أجمعين. قبل أن أبدأ الفيديو أريد أن أقول أشهد الله الذي على عرشه استوى، أشهد الله الذي على عرشه استوى أنني لم ولا ولن أأخذ من أي شركة من هذه الشركات التي سأتكلم عنها الآن أي مقابل مادي أو معنوي، لا مادي ولا معنوي نهائيا. يوتيوب اذا بدك تتكلم، اذا يوتيوب اذا خرجتي على على يوتيوب على قناتك وتكلمتي عن ادويه او كريمات او اعشاب، يوتيوب ما بيسمح لك، بيعاقبك وبيسكر لك القناه الا بشرط واحد. شو هو الشرط الواحد؟ الشرط الوحيد انك تفعلي زر، تضغطي على زر مكتوب عليه بانك انت اخذتي منهم فلوس. وأنا الحقيقة ما أخذت من هذه الشركات لا أحمر ولا أصفر ولا أزرق ولا درهم ولا دينار ولا ريال ولا كثير. وهناك عشرات الشركات السعودية وإماراتية وكويتية وألمانية وفرنسية وكندية وأمريكية، كل الدول عرضوا علي أعمل لهم دعايات لزيوت لأعشاب. الفكرة هاي ما عجبتني، إلى الآن ما دخلت مخي، ولذلك لم أعمل في يوم الأيام أي إعلان لأي شركة مقابل مادي. أنا فقط على يوتيوب وصافي. اليوتيوب كما قلت حتى تتكلمي عن أعشاب أو مكياج أو أدوية أو كاسات أو ملابس أو أي شيء، يجب أن تقولي ليوتيوب بأنك تفعلي الزر مكتوب عليه أنك أخذت فلوس. وأنا الحقيقة ما أخذت فلوس، ففعلت الزر بس علشان ما يعاقبني يوتيوب، لأنه ممنوع أتكلم عن أي مكياج أو دواء أو أي شيء، ممنوع أتكلم عنه إلا إذا وافق لي يوتيوب، ويوتيوب ما بيوافق على هذه الأشياء. ولذلك فعلت الزر وقلت لهم بأني أنا أخذت منهم فلوس، والحقيقة أنا ما أخذت شيء ولا راح أخذ شيء. ليش؟ لأن الكريمات اللي راح أتكلم عنها مش شركة ولا تنتين، حوالي 10 شركات، يعني 10 شركات رح يدفعوا لها بالعز فلوس ودفعوا لي الهواء ولا شيء، ولا بفهم بالأمور هاي ولا بعرف كيف اتعامل مع الشركات التجارية هاي أصلا أنا. ولذلك فعلت الزر هذا فقط علشان ما يعاقبوا القناة، لأنه بهذه الطريقة أقدر أتكلم عن الكريمات هاي بدون مشاكل مع يوتيوب. يعني فعلت الزر إن قلت لهم أنه أنا أخذت فلوس، أنا ما أخذت شيء بس علشان ما يعاقبوني، يعني فقط، لأنه ممنوع الترويج للمنتجات على يوتيوب، ممنوع تتكلمي عن ملابس، عن كاسات، عن صحون، عن أكل، عن برجر، مرجر، بيبسي، عصير، ممنوع إلا تأخذي منهم إذن تدفعي لهم فلوس أو تقول لهم أنك أنت أخذت فلوس. وأنا قلت لهم أني أخذت وأنا ما أخذت شيء بس مشان ما يعاقبون ويسكروا لي القناة. رح نتكلم اليوم عن أقوى 10 كريمات بأوروبا وأمريكا، كولاجين، كريمات كولاجين، كريمات وسيرومات كولاجين، أقوى 10 نزلوا السنة هاي إلى الآن بسنة 2019 هذه الجديدة، أقوى الكريمات اللي نزلت. وراح أقول لك سعر كل واحد، وما راح أقول لك شو الشركة وعنوانها علشان تعرفوا أنه أنا رجل ما أتاجر، يعني راح أقول لك أسماءهم بس ما راح أقول لك منين تشتريهم علشان تعرفوا أنه أنا رجل ما أخذت شيء منهم، فقط يعني خدمة مني. لكن أقوى 10 كريمات حسب التصويتات وحسب آراء البنات بأوروبا وأمريكا، أقوى كريم كولاجين على الإطلاق اسمه DHC. راح نقرأ اسمه بالإنجليزي، نشوف اسمه بالإنجليزي، اسمعي اسمه بالإنجليزي. DHC astaxanthin collagen all in one gel. نرجع نكرر اسمه بالإنجليزي عشان تفهمي. DHC astaxanthin collagen all in one gel. أول كريم، الكريم هذا DHC كريم كولاجين، عبارة عن كريم مثل الهلام، مثل الجل، بيمتصوا الوجهك وإيديكي ورجليك وجسمك بسرعة كبيرة جدا. مصنوع من الطحالب الخضراء
من الطحالب الخضراء، من النباتات الخضراء اللي بتطلع بالمياه العذبة الصالحة للشرب، اللي بتطلع بالترع، بتطلع بالترعة، بتطلع بالجداول، بتطلع بالبحيرات الصغيرة، ها العذبة يعني الصالحة للشرب. بيحول البشرة وبشكل واضح وسريع جدا، وبيعطي لوجهك ملمس بعد فترة بشكل رهيب جدا جدا. بيعزز مستخرج من الكولاجين الطبيعي النباتي اللي بيعزز الكولاجين والإيلاستين لتثبيت البشرة، لتثبيت البشرة، بيخلي وجهك ثابت واضح، مش يتغير أصفر مرة هون من هون منتفخ، من هون نحيف، أو من هون أصفر ومن هون أحمر، لا، بوحدك وجهك بشكله، بصير شكل واحد، وبيعطيه ملمس ناعم جدا جدا، وبيغذي البشرة بشكل رهيب جدا جدا. بيحتوي على حامض اللي هي لورونيك علشان يخلي البشرة رطبة جدا جدا. هذا الكريم أقوى كريم بهذا السنة 2019 حتى الآن، وسعره تفاجأت بأنه سعره فقط 49 دولار أمريكي، 49 دولار أمريكي، حوالي 420 درهم مغربي، حوالي 420 درهم مغربي، 49 دولار أمريكي فقط لا غير. إذا أقوى كريم على الإطلاق، وشفت التصويتات الرهيبة عليه، يعني المصنف بأغلب المواقع القوية جدا متخصصة بالتقييمات، هو DHC، DHC ثمنه أقل من 50 دولار بالدولار، يعني 49 دولار أمريكي فقط لا غير، وتكلمنا عنه. الكريم الثاني اسمه لوريال باريس كولاجين موي ستشر فيلر، اسمه لوريال باريس كولاجين موي ستشر فيلر. هذا كريم يستخدم بالنهار، سعره رخيص جدا جدا بشكل لا يمكن تتصوري، وتفاجأت بسعره الرخيص جدا، ثمنه فقط 8 دولارات و40 سنت، حوالي تقريبا 70 درهم مغربي، حوالي تقريبا 25 ريال سعودي فقط لا غير. اسمه لوريال باريس كولاجين مويستشر فيلر، كريم بالنهاري بيستخدم بالنهار. الشركة بتقول بأنها تحدت الشركات المنافسة، لوريال معروف ماركة لوريال، بيقولوا بأنه تحدوا بهالسعر هذا جميع الشركات، وأرادوا إيصال الكولاجين هذا إلى كل الفقيرات بالعالم من خلال هذا الثمن الزهيد الرخيص جدا جدا، علما بأنه بيقول الشركة بأنه يتحدوا أي شركة أخرى بالكريمات الكولاجين، يتحدوها، وبيقولوا بأنهم مستعدين، بأنهم بيتحدوا أي شركة تعمل كريم بقوة هذا الكريم الذي يظهر مفعوله خلال أسابيع فقط، وبيملي وجهك بالكولاجين الطبيعي، ويقولوا بأنهم بيتحدوا بإزالة التجاعيد أي كريم لأي شركة أخرى، وخلوا البشرة بإذن الله شباب وحيوية بشكل لا يمكن تصوريه، رغم أنه ثمنهم فقط 8 دولارات و40 سنت أمريكي لا غير، حوالي 25 ريال سعودي، حوالي 70 درهم مغربي فقط لا غير، 8 دولارات و40 سنت فقط. شركة لوريال، هاي لوريال معروفة لوريال، تقول من تحدوا كريم كولاجين أقوى من الكريم تبعهم بالسعر الرخيص هذا فقط لا غير. الشركة الكريم اللي بعده،
الكريم اللي بعده غالي، ثمنه 128 دولار أمريكي، ثمنه 128 دولار أمريكي، اسمه إليميز بروفيشنال كوليجين مارين كريم، اسمه إليميز برو كولاجين مارين كريم، ثمنه 148 دولار أمريكي، حوالي 1200 درهم مغربي، حوالي 500 ريال سعودي. بقولوا الشركة هاي عن الكريم تبعهم شو بقولوا، واللي تقيموا العلماء يعني الخبراء اللي بيشتغلوا بالتجميل بالموضة، بقولوا بأنه هذا الكريم تم اختباره طبيا بقوته الخارقة بمسح الكولاجين وتراجع التجاعيد وجعل الوجه جميلا جدا جدا. يقول الشركة بأنه رغم أنه سعره عالي لكن الكولاجين فيه يضم 15 سلالة من سلالات الكولاجين وأنواع الكولاجين المتعددة. يقولوا بأن التركيب الموجود بالكريم تبعهم هذا سريع جد، سريعة الحركة في القضاء على شيخوخة الجلد وتخفيفه بشكل لا يمكن تتصوريه بحياتك. ثمنه 128 دولار أمريكي، اسمه إليميز برو كولاجين مارين كريم، ثمنه 128 دولار أمريكي. رقم أربعة اسمه الدكتور دينيس جروس، اسمه الكريم اسمه الدكتور اسمه الكريم اسمه دكتور دينيس جروس كولاجين، ثمنه 72 دولار أمريكي، حوالي 72 دولار أمريكي، حوالي تقريبا 650 درهم مغربي. شو فيه هذا؟ اسمه الدكتور دينيس جروس الكولاجين، ثمنه 72 دولار. شو فيه هذا؟ هذا الكريم سريع الامتصاص. بيقول الشركة بأنهم حطوا معه فيتامين سي من الأنواع المحترمة جدا جدا. بيقولوا بأنه بمجرد تحطيه على وجهك فورا جسمك بيحصل على كولاجين قوي جدا وفوريا بدون ما تستني شهور وأسابيع وتضلك تحطي علبة وعلبة لا بسرعة بالغة جدا. بيقولوا بأنهم حطوا فيه زيوت مغذية مستخلصة من البابونج الكاميليا والجابونيكا وبذور دوار الشمس ونخالة الأرز علشان يظل وجهك رطب شهور طويلة جدا ويبيض لك الوجه ويخلي لك الوجه أبيض وجميل جدا جدا، سعره 72 دولار أمريكي. رقم خمسة اسمه، راح نقرأ اسمه كما بالإنجليزي، L-Genis Genius Sleeping Collagen L-Genis Genius Sleeping Collagen، ثمنه 98 دولار أمريكي، حوالي 900 درهم مغربي، حوالي 900 درهم مغربي، 98 دولار، 98 دولار أمريكي. هذا كريم ليلي، كريم ليلي. بيقولوا بأنهم الشركة حطوا فيه كمية كبيرة جدا من الكولاجين
بحيث بيقولوا الشركه بانه من اول يوم بالليل تحطيه على وجهك الصبح بيكون الكولاجين بلش يعبي وجهك، من اول يوم بيعبي وجهك كولاجين. بيقولوا بيوفر ترطيب، بيقولوا بانهم يتحدوا اي كريم بيرطب الوجه اقوى من الكريم تبعهم هذا، زائد بانه بيقولوا الكريم اللي بيه كريم نباتي كولاجين نباتي من ارقى الانواع، زائد انهم حاطين عليه حمض الجورجونيك، زائد بانهم حاطين فيه سيراميد عشان يرجع لك وجهك مثل وجه البنت اللي عمرها 14 سنة. يقولوا بأنه حاطين عليه سيراميد وحاطين عليه حمض الجورجونيك علشان وجهك يرجع وجه بنت عمرها مثل وجه الممثلات والفنانات والهاي كلاس. ثمنه 98 دولار أمريكي. رقم ستة رخيص جدا 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 جدا، اسمه سانت إيفيز كولاجين. اسمه سانت إيفيز كولاجين إيلاستين، مرطب للوجه. بيقولوا هو مرطب للوجه ولكن مليان كولاجين. بيقولوا بأنهم يتحدوا أي شركة منتجة للكريمات الكولاجين بالسعر اللي حطوه هم بالجودة اللي حطوها بهالكريم هذا. ثمنه لا يمكن تتصوريه، ثمنه 5 دولارات و39 سنت فقط لا غير، فقط حوالي 40 درهم مغربي فقط لا غير، حوالي 15 ريال سعودي فقط لا غير، 17 ريال سعودي 15 ريال سعودي 15 درهم إماراتي 17 درهم إماراتي فقط. اسمه سانت إيفيز كولاجين إيلاستين، مرطب للوجه غني جدا بالكولاجين. بيقول الشركة بأنه الكريم تبعهم هذا يتميز بفعالية وكفاءة بين كريمات الكولاجين. بيقولوا بأنهم بيتحدوا أي شركة أخرى إذا كان كريم الكولاجين تبعهم أقوى من كريم الكولاجين اللي صنعوه هم. بيقولوا بأنه خلال أسبوع واحد فقط، خلال 7 أيام فقط وبالتحدي، تحصلي على بشرة ناعمة مثل جلد الولد الصغير مثل جلد البيبي. بيقولوا بأنهم صنعوا هالكريم هذا بالدرجة الأولى من بذور العصفر القرطم، بذور العصفر من زيت العصفر، مصنوع من زيت العصفر، زيت العصفر اللي سبق تكلمنا عنه وقدمناه ليكم، زائد بأنه فيه جليسيرين من النوع المحترم جدا جدا اللي بيزود الخلايا بالترطيب والحماية الغير قابلة للاختراق من أي ظروف جوية سيئة أينما كنت. فقط 5 دولارات 39 سنت لا غير، أرخص كريم إلى الآن ويحتل المرتبة رقم 6. بيحتل هذا الكريم اللي حقه 5 دولارات فقط، يحتل المرتبة، احتل بالتقييمات الأوروبية والأمريكية الرقم 6. سادس أقوى كريم في أوروبا وأمريكا، هالكريم هذا اللي حقه 5 دولارات بس، احتل المرتبة رقم 6 بالتقييمات. الآن إلى رقم 7. رقم 7 اسمه تو كول فور سكول. تو كول فور سكول اسمه تو كول فور سكول، ثمنه 21 دولار و45 سنت. 21 دولار و45 سنت، حوالي 190 درهم مغربي، حوالي 70 أو 65 ريال سعودي فقط لا غير، 65 درهم إماراتي فقط لا غير. بيقولوا بأنه هالكريم هذا
كولاجين صافي 100%، رغم انه سعره رخيص، 11 دولار رخيص يعتبر. بيقولوا بانهم صنعوه من البيض، صنعوه من بياض البيض ومن صفار البيض ومن زيت اوميجا اسمه انكا، زيت شجره اسمه انكا، اخذوا منها الزيت هذا وحطوه مع البيض وعملوا هالكريم هذا منه. بيقولوا بانه الكريم تبعهم هذا بيتحدوا في اي شركه اخرى، بيقولوا بان الكولاجين تبعهم هذا بيصل للبشره من الداخل للاعماق، مش بيضل برا بالطبق الخارجي، لا بيصل على الاعماق جوا جوا جوا. بيقولوا بانه ممكن تستخدميه ايضا كريم اساس، وممكن تستخدميه كريم اساس حتى تحت العين ما عندك مشكله، ممكن تستخدميه ككريم اساس ما عندك مشكلة. شوفوا للقوة، بقول لك نتحدى ممكن تستخدمي كريم أساس، يعني بدل ما تحطي كريم أساس، يعني قبل ما تحط المكياج تحطيه وبعدين تحط المكياج، ما عندك مشكلة. يعني شركة تتحدى. بقولوا إنه هذا الكريم يفضل إنه يستخدم بالليل، يفضل إنه يستخدم بالليل عشان تستفيدي منه 100%. الآن عندنا رقم 8، إذن الكريم اللي حقه 21 دولار اللي مصنوع من البيض والزيت إنكا احتل المركز السابع بالتقييمات بأوروبا وأمريكا. الآن رقم 8، أقوى ثامن كريم بأوروبا وأمريكا بالكولاجين من شركة أولاي. تعرفوا أولاي شركة أولاي معروفة، كلكم تعرفوها. اسمه بالإنجليزي يحتل المرتبة رقم 8، ثمنه فقط حوالي 25 دولار، حقه بالضبط 24 دولار و93 سنت، أقل من 25 دولار، حوالي 230 درهم مغربي فقط لا غير، حوالي 230 درهم، يعني كم؟ يعني حوالي 110 كده يمكن. خليني نشوف لك بال 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 بالسعودي كم. 24.93 ضرب 3.75 يساوي ثمنه بالضبط 94 ريال سعودي، 95 ريال سعودي، يعني 95 درهم إماراتي فقط لا غير، فقط لا غير. خلينا نلفظ اسمه بالإنجليزي، اسمه بالإنجليزي بالضبط شو اسمعي. Olay Regenerist Micro Sculpting Cream. نعيد اسمه مرة ثانية. Olay Regenerist Micro Sculpting Cream. نعيد اسمه مرة ثالثة. Olay Regenerist Micro Sculpting Cream. أوكي، من Olay. الكريم رقم 9، الكريم رقم 9 غالي، ثمنه 55 دولار، 56 دولار إلا 5 سنتات، 56 دولار إلا 5 سنتات. خلينا نشوف بالضبط سعره بالسعودي كم. 55 56 ضرب، خلينا بضربهم بالآلة الحاسبة أنا، ضرب 3.75 يساوي سعره 210 ريالات سعودي، يعني 210 درهم إماراتي، سعره بالمغربي 2.50 قولي، سعره بالمغربي 525 درهم، 500 درهم ثمنه، 500 درهم مغربي فقط لا غير. طيب شو اسمه؟ اسمه مراد رابيد كولاجين، اسمه مراد رابيد كولاجين انفوشن. خلينا نسمع اسمه بالانجليزي، باللغه الانجليزيه بالضبط شو اسمه. مراد رابيد كولاجين انفوجن. نرجع نسمع ثاني مره، مراد رابيد كولاجين، مراد اسم عربي، مراد مسمينه اسم كده. مراد رابيد كولاجين انفوجن، مثل الاسماء العربيه، يعني اعتبري كلمه مراد اعتبريه. عيد اسمه مرة ثالثة، اسمعي. ميراد رابيد كولاجين انفوجن. ميراد رابيد كولاجين.
انكوشن اسمه بالضبط، سعره 56 دولار امريكي الا 5 سنتات، قلنا كم بيساوي بالسعودي بالمغربي 500 درهم مغربي، بالسعودي 210 ريالات سعودي. بيقولوا بالشركه بانه هذا بخاخ، بخاخ بتبخيه بخ بخ بخ. بيقولوا بانه مضاد شيخوخه بيتحدوا فيه اي شركه اخرى بالسرعه، سريع جدا بيضخ الكولاجين بسرعه بالغه لوجهك لتقليل التجاعيد وتصحيح الكولاجين، مش بس بيعطيك كولاجين، بصحح الكولاجين بالبشره وبشيل التجاعيد شوي شوي، وبيرجع لك وجهك مشرق مشرق، وبيحد بيقولوا بانهم بيتحدوا كل الشركات، انهم في شركات باسبوع، في شركات بشهر، في شركه. بيقولوا هم بانهم بمجرد تبخوا المراه او البنت على وجهها بعد ساعتين فقط، بعد ساعتين فقط بس ساعتين، يقول لها روحي افحص الكولاجين وشوفي التجاعيد، بيقول لك بزيل التجاعيد خلال ساعتين، يخفف التجاعيد مش يزيلها 100%، او يعني بعد ساعتين، يعني بتحطيه بعد ساعتين التجاعيد بتبلش تختفي، وبتشوفي فرق كبير بين وجهك قبل ساعتين ووجهك بعد ساعتين، نتيجته بيقولوا وبيتحدوا خلال ساعتين فقط لا غير. تقليل عن ابو بلادهم، شو هالقوه شو هالعلم، بقول لك شيء بضحك، شركات بتقول لك اسبوع، شركات تقول لك شهر، هم بيقولوا لك احنا بنتحدى تحدي كل الشركات تاعي بساعتين، حطي على وجهك وبعد ساعتين شوفي وجهك وين مرايق، شوف التجاعيد بوجهك تختفي بعد ساعتين. طبعا الشركات بتتكلم كلام واقعي، يعني الكلام ترى مو كذب، ليش؟ لان هاي ما بيحصلوا على ترخيص، يعني الكتالوج هالشركات هاي مش مثل الدول العربيه، يعني مثلا هم بيقولوا بانهم بعد ساعتين، ها ان شاء الله فكرة بيكتبوا على كيفهم، لا بيمروا على وزاره الصحه الامريكيه، وزاره الصحه الفرنسيه، وزاره الصحه الايطاليه، بيمر عليهم وبيشوفوه بيتاكدوا انه كلامهم صحيح ولا لا، اذا مش صحيح ما بيسمحوا لهم يبيعوه، فالكلام اللي بيقولوه ترى صحيح، كله صحيح، ما بيقدروا يتكلموا كلام على كيفهم، لا ترى بيشه، ترى الحكومات هناك بتفحص الكريمات تاعي وبتتاكد من كل كلمه بيقولوها، وممنوع يكتبوا على الانترنت وغير انترنت ولا بالاعلانات اي كلام الا المكتوب بالكتالوج نفسه اللي وافقوا عليه الحكومه، علشان ما تعرفوا كل شيء نظامي. اذا رقم 9 اللي اسمه مراد رابط كولاجين، ثمنه 56 دولار امريكي طقه واحده، 500 درهم 200 مغربي 210 ريالات سعودي، بيقولوا لك بيشيل التجاعيد بعد ساعتين. شيء بضحك، هذه يعني اقوى الكريمات اللي قدرت انا يعني اجمعها بعد جهود كبيره عشان اعرف مين اقوى شيء، هذه اقوى شيء وهذه اعلى تقييمات لها على الاطلاق باوروبا، هذه كريمات 2019 يعني قبل شهرين فقط، شهر شهرين نزلت الاسواق الاوروبيه والامريكيه. ابو عبد العزيز العشاب كان معكم، ان شاء الله تعالى راح نقدم كريمات ومكياج جديد وتقييماته حسب القوه، شكرا، ميرسي.